لكن شكري للسيد بيفكرني بمدير كرة راحل عننا اللي هو كابتن ثابت البطل. اللي قلته على سيد بينضم يعني بينصب تماما على الكابتن ثابت البطل. راجل الله يرحمه من الحاجات اللي لما تمر كده في حياتك حاجات قليله، راجل وجدع وما عمره ما طلب حاجه من النادي الاهلي وعمره ما طلب اي مقابل، هو طبعا ليه مرتبه زي وزي كل الناس اللي بتشتغل، لكن عمره ما قال انا عايز ايه. ثابت البطل من حبه للنادي الله يرحمه توفى جوه الملعب. اليوم ما مباراه اهلي وزمالك كان قاعد ومغطي نفسه ببطانيه كده علشان ده اخر قبل ما يتوفى بيومين او بيوم. الناس اللي زي دي ما تتنسيش، الناس اللي زي دي لازم تبقى قدوه للي جاي. فانا بشكر ثابت البطل في صوره زوجته واولاده واحفاده، ربنا يبارك فيهم كلهم يعني.